مقابلة مع المقدمة بيت قائد كتيبة قذائف الحرب. سيادة المقدم، هناك اتهام لكم من قبل النظام أنكم تتبعون لجماعات تكفيرية وإرهابية، فما هو ردكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والفرج للمعتقلين. عودنا النظام على اتهام كل شخص يقف ضده بكل أنواع التهم، ونحن عائلة عبيد في الأتارب منذ 10 أيام كنا بنظر النظام من الموثوق بهم، ولكن عندما رأينا أهالينا في الأتارب تقتل وتنتهك الأعراض وتسلب البيوت والمحلات التجارية انشقينا عن هذا النظام، فأصبحنا تكفيريين بنظره، علما أن مدينة الأتارب تمنع فيها الصلاة منذ 5 أيام ويتم قنص الشهود والمصورين واستهداف كل الناس، ومدينة الأتارب شبه فارغة إلا من بعض العائلات، ولا يوجد فيها أي مسلح، ولا يزال القتل والنهب من قبل الأمن والشبيحة موجود. سمعنا أن هناك عدد كبير من الضباط والعساكر أعلنوا انشقاقهم عن الجيش الأسدي وانضموا إلى الثورة، وخاصة في مدينة الأتارب، وتوعدوا بالدفاع عن المدينة، فما هو ردكم؟ نعم، بفضل الله انشق عن الجيش الأسدي في الأيام الأخيرة أكثر من 20 ضابطا برتب مختلفة، إضافة إلى صف ضباط وجنود تم قتلهم أمس من قبل النظام. إلى أخوة المقاتلين، أنتم تقتلون الأبرياء والمدافعين عن الحق، فلن تكونوا شهداء إذا قتلتم إلا بنظر النظام القاتل، فكونوا أبطال مع الثورة مدافعين عن الحق وبإذن الله شهداء. كونك قائد كتيبة قذائف الحق المنتشرة في المنطقة، فما هو ردكم على اقتحام مدينة الأتارب؟ الجواب سوف ترونه قريبا بإذن الله فعالا، ولا نريد كلاما. وبفضل الله في العملية الأولى للكتيبة تم قتل عدد كبير من رموز الإجرام من ضباط المخابرات في حلب، إنما هي بداية لعملياتنا، ونقول إن هدفنا الأمن، الشبيحة، الجيش وكل من يساندهم في أذى المدنيين، وكل من يقف ضدهم وكل من يقف معهم، ونتوعده بمصيرهم إن شاء الله. شكرا لك سيادة المقدم عبيد محمد عبيد. أهلا.